فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نتعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، بربوبيته بإلهيته سبحانه جل في علاه. فما ازددت تعرفا على ربك إلا ازددت حبا له وازددت عبادة له، وزاد الله منك قربا. فإنك إن أحببت ربك أحبك الله، وإذا أحبك الله جل في علاه أحبك كل شيء، وإن كان الله معك فمن عليك. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا العلم الشريف المنيف، ونحمد الله أننا على مشارف الانتهاء من الجزء الأول من هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعة الأجري. وقلنا بأنه من أهم الكتب التي يعني لا بد لطالب العلم أن يتحرى حفظ هذا الكتاب وإتقان ما في الكتاب من هذه المسائل المنيفة، ونشر ذلك بين الناس، يتعلم ويتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأنت قادر على ذلك، وأنت أرحم الراحمين. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يفهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. من بديع التصنيف لهذا المصنف الإمام العلم هو أنه ابتدأ الرد على الجهمية الذين قالوا بأن الله في كل مكان، وأخذ سلسلة الرد عليهم في صفات الله جل في علاه، لأن الأصل عندهم أنهم ينكرون صفات الله جل في علاه، يعبدون عدما. هذا ملخص ما يعبدونه. هم إذا سألتهم عن الله جل في علاه يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت ولا تشير، وأيضا يقولون لا سمع ولا سميع، لا سميع لا الاسم ولا المسمى ولا الصفة، لا سمع ولا بصر ولا كرم ولا خلق ولا إحياء ولا إماتة. في حقيقة الأمر أنهم يعبدون عدما، فينكرون كل صفات الله جل في علاه. ذلك أخذ سلسلة الرد عليهم، رد عليهم في أشرف المسائل وهي علو الله جل في علاه، والكلام على من قال بالحلولية الذين قالوا بأن الله في كل مكان. واليوم إن شاء الله يرد عليهم في مسألة الكلام، وأيضا مسألة الكلام فيها تفصيل كبير جدا، فأنا سأؤصل للمبتدئ كما قلت، وأذكر المنتهي بأمور وأصول دون إخلال فيها، حتى ندخل على بقية الكلام على صفات الله جل في علاه، لا سيما وهو دخل في الكلام على صفة الوجه والأصابع. هذه يعني الإشكال فيها أعلى، لأننا قد فصلنا كثيرا الكلام على صفة الكلام، لكن خلق آدم على صورته التفصيل فيها ما كان إلا في توحيد ابن خزيمة. لذلك إن شاء الله نشبع القول فيه بإذن الله في هذه الدروس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لما؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحد، ورد السنة، وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما الحجة عليهم من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء:
وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وقال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الآية. وقال عز وجل في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات. وقال عز وجل في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له: هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم، أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. قال عبد الله: قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى، فقال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم فلم تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: فحج آدم وموسى. جزاكم الله خير. عامة هذه أدلة بين بها المصنف على أن الله تعالى يتكلم، وكلام الله جل في علاه ثابت لله جل في علاه، وهو من صفات الكمال والبهاء والعظمة، فالمتكلم له كمال، والذي لا يتكلمه فيه النقص كما سنبين. وأما هذه الصفات هي من صفات الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل، وهذه التي قد تكلم الله بها في كتابه وتكلم أو وصف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة فلم يتأولوا ولم يحرفوا وما حادوا وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتقاد النبي، فكان اعتقادهم في ربهم كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في ربهم، وأقرهم وأقر الله نبيهم على ذلك. فجاء من بعدهم من الخلف الذين قالوا هم أعلم أو هم أتقن، وكأن الله تعالى قد ضم بهذا العلم على أخيار البشر الذين قد اطلع على قلوبهم فأوردهم أنقى وأصفى وأعظم البشر قدرا عنده، وأنقى القلوب قلبا عنده، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصر دينه وأيضا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضم الله عليهم بهذا العلم ثم فتحه على هؤلاء الذين يتهوكون ويهرفون بما لا يعرفونه ويقولون ظاهر القرآن غير،
مراد كما سنبين. عامة صفة الكلام صفة عظيمة لله جل في علاه، لا سيما وأننا ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه، وأنت تهيئ نفسك أنك تسمع صوت الله جل في علاه صوت رحمة، وتتمتع بهذا بسماع هذا الصوت كما تمتع موسى عليه السلام فاشتاق بعد ذلك إلى الرؤية، فأنت أيضا ستسمع صوت ربك جل في علاه في الجنة يناديك ويقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزه لكم أو أنجزكموه، فيقولون ألم تخرجنا ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، ألم تكفر عنا سيئاتنا، فيقول الله جل في علاه لكم موعد أنجزكموه، ثم يكشف الحجاب فيرون ربهم جل في علاه فيسمعون صوته أولا ثم يرونه سبحانه جل في علاه، متعة فوق متعة ومتعة بعد متعة، فكلام الله جل في علاه صفة من صفاته، فالله يتكلم والذي يتكلم له الكمال، وقد ثبتت هذه الصفة في الكتاب والسنة وإجماع السنة والعقل، وقلنا هي صفة فعلية، هي صفة فعلية، ومعنى أنها صفة فعلية يعني هي صفة الحق أنها تتعلق بالأسباب، تتعلق بالحوادث، تتعلق بالمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، وهذا فيه رد على كل أهل البدع الذين أنكروا الكلام كلية، نقول لا قد تكلم الله جل في علاه في حين وحين، عندما ما تكلم عندما أتتنا الأدلة أنه ما تكلم أنكرتم أنتم وأطلقتم عدم الكلام، وعندما تكلم جاء بعضهم فأثبت الكلام كلية أزلا وأبدا، وهما على طرفي نقيض وهما من أهل البدع والضلالة، ودائما كما قلنا أهل السنة والجماعة حتى في الاعتقاد هم وسط خيار عدول، جعلهم الله وسطا بين أهل الكتاب وبين الكفار، وجعلهم الله وسطا بين أهل البدعة والضلالة من غلو وجفو، وهم الوسط الخيار العدول الذين يعتقدون في الله في علاه أنه يتكلم إذا شاء أن يتكلم ولا يتكلم إذا شاء لم يتكلم، وأن هذه الصفة العظيمة تتعلق بالأسباب وتتعلق بمشيئة الله جل في علاه. أدل الأدلة على ذلك أن الله تعالى قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قال محدث هذا صريح لأنه لم يكن قبل ذلك، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، الغرض المقصود بأن كلام الله جل في علاه يتعلق بمشيئة الله جل في علاه ليس أزلا وأبدا وليس أيضا منتفيا عن الله جل في علاه كلية، يعني إذا مر كما قال العقلاء إذا مررت على أحد فوجدته يسكت ثم مررت عليه مرة ثانية فوجدته لا يتكلم ثم بعد حين تكلم لما دخل عليه امرؤ فسلم عليه فرد عليه السلام لأن السلام واجب، فقالوا هل يستطيع أحد أن يتهمه بالخرص بعدما تكلم ويقول كان كذلك ثم جاءت المعجزة فتكلم؟ لا، يقولون كان ساكتا لأنه لم يحن أوان الكلام ولم يجد مجالا للكلام فلم يتكلم، فلما حان أوان الكلام لما سلم الله عليه وهو يعلم ويعتقد بأن رد السلام من الوجوب بمكان رد عليه السلام وتكلم، فلا يقال أنه لم يكن متكلما، وهذا كما قلنا من الردود العقلية على أهل البدع والضلالة التي سنمر عليها مرور الكرام، نؤصل كما قلنا للمبتدئ ونذكر المنتهي. أول الأدلة على هذه الصفة العظيمة هو قول الله جل في علاه بالتصريح بأنه قد تكلم، وهذا الله الذي قال بذلك، يعني لما تدخل أنفك أنت أعلم أم الله، لما يقول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما لما ترد هذا الكلام، ولما تقول بأنه خلق الكلام في شجرة، ولما تقول أنه معنى قد أوجد علما في قلب موسى فعلم عن الله جل في علاه وعقل عن الله، يعني الله جل لا يستطيع الكلام أنت تقول بذلك ولا تستطيع أن يعبر عما يريد حاشا لله، تتهم الله بالنقص وأنت لا تدري بسبب الغباء المستحكم أنه أراد أن ينصر أهل السنة وأن يرد على أهل البدعة، لا هو استطاع أن يرد على أهل البدعة ولا هو نصر أهل السنة والجماعة، بل وقع في سهوة سحيقة جعل الأهل البدعة والضلالة القول على أهل السنة والجماعة كما سنبين. يقول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما هذا تصريح من الله جل في علاه أنه كلم الله موسى تكليما، فجاء الجهمي ولا يريد أن يقرب ذلك فقرأها تحريفا وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، أو قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذه الآية بالضبط التي حرفها الجهمي، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فقال الجهمي لما سمعها قرأها منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله، ايش الفارق؟ الفارق منهم من كلم الله، الله هو الفاعل هو المتكلم،
وهو جعله هو المفعول المتكلم، فقال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فقال له بعض الدارمية غير الدارمية في المناظرة أو بشر على ما أظن في الرد على بشر المريسي، قال فكيف تفعل بقول الله جل في علاه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فتستطيعش هنا الآن، الضمير هنا مرتبط وعائد على المفعول به المقدم. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما استطاع الآن أن يحيل هذه المسألة عن مكانها وأن الله هو المتكلم. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بالتأكيد المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل وهو الكلام، يعني كلمه تكليما، سمعه موسى عليه السلام وسمع صوت الله جل في علاه، فقد تكلم بحرف وبصوت. قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فأضاف التكليم لله جل في علاه أو الكلام لله جل في علاه، فكانت صفة من صفات الله، لأن القاعدة عند العلماء المضاف إلى الله نوعان كما كررنا في أكثر من مرة، المضاف إلى الله نوعان، إما عين مستقلة بذاتها لا تكون إضافة صفة الموصوف، بل تكون إضافة مخلوق لخالق، ولما أضيفت ما كل الخلائق يضافون إلى الله جل في علاه، قلنا هذه الإضافة المصرح بها إضافة التشريف، زيادة التشريف، كعيسى كلمة الله، هو عيسى والكلمة ولا خلق بالكلمة؟ خلق بالكلمة، إيش الدليل؟ مع أن الظاهر في الحديث أنه هو الكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، هو كلمته، فكيف نقول لا هو كلمة، يعني خلق بالكلمة وليس هو الكلمة؟ من وين أتينا بأنه ليس الكلمة لكن خلق بالكلمة؟ ماذا يعني؟ أنا المفروض أيدي الرؤوس كلها ارتفعت والأيادي كلها ارتفعت، لكن السكوت هذا حرام، ده يبقى سنين عمر راحت على الفاضي. يا جماعة اتقوا الله، أنا لا أبحث عن ثمرة، لكن أنا أقول للإخوة صدقي أنتم والله الذي الأمة تستقبل أمثالكم، خلاص ظهر الآن، ظهر صدقوني، ظهر العوار، الضعف في العلم ظهر، والأمة تحتاج لمتقنين يظهر الآن، ولو كان كلاما خفيا أو كلاما ظاهرا. الآن يقول الله جل في علاه قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله بن أمد وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم، قال وكلمته، يبقى هو الكلمة، عيسى هو الكلمة. قلنا لا، معتقد أهل السنة والجماعة، هذا معتقد أهل الكتاب النصارى، يقولون هو الكلمة، نعم هو كلمة الله وصفة من صفات الله، هو ابن الله، حاشا لله، جزء من الله جل في علاه، وضيقوا الأمر على أنفسهم عندما قالوا وروح منه، قالوا ومن هنا للتبعيد. قلنا لا، معتقد أهل السنة والجماعة بأن عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. إيش الدليل؟ حرام، أنا لو ما جدتش الأيدي كلها مرفوعة حرام والله، أنا يحترق قلبي بهذا. إيش تعتقدون أولا بس؟ هو الكلمة ولا هو خلق بالكلمة؟ يعني الحمد لله بصوت واحد بخلق بالكلمة، مش الدليل صار يعني غير دليل، ما يبقى رجل جندي في ساحة ليس معه سلاح، باقي الأيدي وين؟ ورع هذا بقى أيضا، ورع خوف من الرياء والسمعة مش رافعين إيديه. أنت ها اكمل، وين الشاهد وين وجه الدلاله؟ هات اكمل الايه وهات الشاهد نعم هو هذا. الله تعالى يقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلق اهو الشاهد، اهو هذا الشاهد الذي يجرك على الاستدلال، خلقه من تراب ثم قال له كن فايش فيكون، يبقى عيسى خلق بالكلمه وليس هو الكلمه. فقال الله جل في علاه قال له كن فيكون، هذا أيضا فيها دلالة على أن كلمة الله جل في علاه صفة من صفات الله جل في علاه، لأنها معنى أما عيسى كلمة الله، يعني خلق بكلمة الله جل في علاه، الفعل فعل الله والمفعول مفعول الله جل في علاه، لأن عيسى من مفعولاته لا من أفعاله، عيسى من مفعولاته لا من أفعاله، فأفعال الله قال كن فكان، والمفعول هو
عيسى عليه السلام هو المخلوق. وقلنا المضاف الآخر يبقى إضافة أعيان مستقلة بذاتها كالكعبة بيت الله ناقة الله وسقياها، هذه مستقلة بذاتها الإضافة، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف ورفع، كآدم عليه السلام نفخ فيه من روحه، يعني أيضا من روح خلقها الله تعالى من عنده نفخ في هذه الروح، فكان أيضا الإضافة إضافة زيادة تشريف، ولذلك أسجد له الملائكة. والمضاف الآخر معنى، ليس عينا مستقلة بذاته، معنى من المعاني، الكلام معنى من المعاني، ما فيش واحد مشى والكلام مسكه في ايديه ومشي بيه، الكلام معنى من المعاني، فإذا أضيفت المعنى فهي إضافة صفة لموصوف. يبقى لما يقول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لله جل في علاه. يبقى الإضافة هنا أضافة إيش؟ ها، إضافة معنى من المعاني، وإضافة المعنى هي إضافة صفة للموصوف، كما قال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، قال يسمعون كلام الله، كل هذه أدلة متوافرة متوافقة على إضافة الكلام لله جل في علاه بإضافة الصفة للموصوف. والتصريح كما قلنا وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا قد بين الله جل في علاه أنه ينادي، والنداء أدل الأدلة على الكلام، ان هو الكلام هذا يدخل فيه المهرج المحرف حقا الذي يقول هو كلام نفسي، فبنقول له ماذا تفعل في النداء؟ اذا قلت كلام نفسي وقفنا، ويمكن الكلام يساعدك، يعني الايه تساعدك ان تقول هو كلام ولم يبين الكلام بحرف ولا بصوت، هو كلام نفسي وجبريل قد علمه من الله جل في علاه فقد فهم ذلك فأنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الأمر أن الكلام الذي نتكلم به مخلوق، كفر مبين، هذا الكلام هذا مقتضى الكلام، حتى ولو قالوا أنه يتكلم قالوا هذا معنى عبارة عن, 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 عن قول الله جل في علاه. فإذا قلتم بالكلام هو كلام نفسي قلنا ماذا تفعلون في قول الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى، والنداء هذا للبعيد، النداء هذا بحرف وبصوت لابد أن يكون فيه صوت، قال الله تعالى إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال الله جل في علاه عن آدم وعن حواء عندما أكل من الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة فأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يتشربوا ماء تتوضى مش في البداية، عارف انت عملت ايش؟ نضحت على الرجل اللي وراك على طول، وراك على طول تأثر بيه الذي وراك، فما بسرعة ابوس ايديك الصندوق كله. فالغرض المقصود قال ونادى ربك موسى وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، وأيضا قال الله جل في علاه قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الغرض المقصود كل ذلك أدلة من الكتاب تثبت بأن الله جل وعلا يتكلم، بل ينادي، والنداء دلالة على الصوت، يتكلم بصوت وبحرف، هذا من الكتاب، والأدلة على ذلك كثيرة، إخوة تطلع بعد ذلك على جميع الأدلة التي في نفس المنوال. والدليل الثاني من السنة، السنة جاءت كثيرة جدا في أن الله جل وعلا يتكلم، وهذا من اعتقاد النبي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الله لا يتكلم والمسألة عبارة عن كلام الله لبين ذلك ولو كانت عبارة يبقى الأمر والنهي هذا لا يمكن، ليس سمع وطاعة له، ليش سمع وطاعة ما دام مش الكلام غير ملزم، الكلام ليس من كلام الله جل في علاه، الكلام ممكن نقول إن إبراهيم جبريل اجتهد فأخطأ، وجبريل مش مخلوق من مخلوقات الله، ممكن يجتهد فأخطأ، ولما لا؟ أما أخطأ ميكائيل عندما صعد الله جل في علاه بعدما أراد أن يقبض روح موسى عليه السلام ورجع قال بعثني رجل لا يريد الموت، إن قال بعضهم بذلك لأن الله تعالى إذا أمره قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الغرض المقصود أنها ممكن لنا أن نقول ذلك، مع أن الذي يرد علينا يقول لا، الملك قد بين الله في كتابه أنه معصوم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن نقول هو مخلوق في النهاية، هو مخلوق والكمال لله وحده سبحانه جل في علاه، هذا لو قلنا بأنها عبارة عن كلام الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من كلام الله جل في علاه، لذلك كان يقول دائما ويستعيذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات، مش عبارة الآن، لأن العبارة مخلوقة ولا استعاذ بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق شرك حتى ولو كانت من جبريل، فإن كانت مخلوقة فهي شرك، لذلك قال أعوذ بكلمات الله، أضاف كلمات الله جل في علاه يدل على أنها إضافة صفة للموصوف، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح يذكر الناس،
بأن ربكم يتكلم وينادي، فاسمعوا وعوا واعقلوا ذلك وهيئوا أنفسكم لسماع كلام الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله، إن خير الكلام كلام الله. ولذلك كان يقول البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان دائما يأمر أصحابه بقراءة كلام الله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الله يتكلم في حديث الحديث العظيم الذي دار حوله المصنف وأطال النفس جدا به بأسانيد ضعيفة وأسانيد صحيحة، وهو حديث احتجاج آدم وموسى عندما قال موسى أنت آدم، وفي رواية قال ربنا أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا من الجنة، ثم قال له أنت أبونا آدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة بهذه المصيبة، يعني أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال أنا في بعض الوقت قال أنا أم الذكر، أينا أقدم، أنا أم الذكر، يعني أنا خلقني الله أم اللوح المحفوظ المكتوب أقدم. فقال الذكر، قال أتلومني على شيء قد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى حج آدم موسى. لكن الشاهد من الحديث أن آدم قال له، وهذا فيه وجوه ثلاثة في الاستدلال، قال له أنت موسى، موسى بني إسرائيل خصيصا لأن هذه اختصاص والنبي على العموم، قال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي خط الله لك التوراة بيده واصطفاك برسالاتي وبكلامي، وفي رواية أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، قال نعم. فهنا وجوه ثلاثة من الاستدلال، أولا آدم عليه السلام علم أن الله خصه بالكلام، فآدم يعلم أن الله يتكلم، آدم يعلم أن الله يتكلم، لذلك قال له أنت الذي اصطفاك الله بكلامي وأضاف الكلام إلى الله جل في علاه. وموسى عليه السلام يقر آدم بعلمه وهو الذي قد تكلم معه الله جل في علاه وسمع صوت الله جل في علاه. والثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار آدم وموسى على أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق المساق بأن آدم قال له كلمك الله أنت الذي صفاك بالكلام، وقال موسى قال نعم، وقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعم قد اصطفاه الله بالكلام فربنا يتكلم. هذه وجوه أدل أو وجوه الدلالة من الدليل، وجوهات ثلاثة وجوه من هذا الدليل العظيم بأن الله جل في علاه يتكلم، قال واصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى نداء يسمعه الملائكة، وهذه دلالة أنه يتكلم بصوت حرف لأنه سمعه جبريل، نادى في السماء أن يا جبريل، إذا نادى في السماء هنا الآن جبريل يصغى لربه جل في علاه أنه نادى في السماء يا جبريل أن يحب فلان أن يحب فلانا، يعني ليست عبارة أيضا عبارة عن كلام الله. جبريل الآن كيف عرف أن الله جل وعلا يحب فلان؟ بالنداء، بالنداء، فدلال الله يتكلم والسماء أهل السماء يسمعون كلام الله جل في علاه. فقال إذا أحب الله عبدا كما صاحيني نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وجبريل ينقل ذلك الملائكة ثم يكتب له القبول في الأرض. وأيضا هذا الحديث حديث النداء وما يشبه حديث النداء كان هو حبل وطوق النجاة لابن تيمية من العقاب الأليم من الجهلة، ما هو إذا ابتلى العالم الله يبتليه بأغرار أغمار من العوام هم الذين ألد أعداؤه، لأنهم أهم آلة للشيطان أنه يسخر منك العامي أو يأتي الداعي فيغطي على العالم وهو لا يدري، إما قصدا حتى يتصدر ويتبوأ المكانة، وإما بالجهل المركب الذي هو فيه فيتصدر للناس يوزع الفتاوى ويترك العالم بجانبه. الشيخ الإسلام تيمية كان يقول بأن ربنا جل في علاه يتكلم ويتكلم بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به إلى 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 النبي الأمين، وأن الله جل وعلا يتكلم والملائكة يسمعون كلام الله جل في علاه. فقام عليه هؤلاء أهل الضلالة أهل الضلالة والبدعة، فقاموا على شيخ الإسلام تيمية وحاكموه محاكمة عظيمة، جلس القاضي والقاضي، وهذه أيضا دلالة على ضعف الزمان، فهذا في راعيل أيضا يعني من 500 سنة قريب من 500 سنة كان فيه ما فيه من العلم منتشر أيضا والتمسك بالسنة، فما بال في زماننا الآن قاضي وما يعلم هذه صفات الله جل في علاه. فجلس القاضي وما يعلم شيئا، فجلس يحاكم شيخ الإسلام تيمية، أنت الذي قلت بأن الله يتكلم شبهت الخالق بالمخلوق، وهذه البدعة الشنيعة التي تتكلمون بها، ينفرون الناس من أن الله يتكلم يقولون شبه الخالق بالمخلوق، لأنه لو تكلم يبقى لابد من لسان وأسنان وشفة، السماء تكلمت فين أسنان السماء؟ ابن مسعود يسمع الحصى يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فين وين أسنان الحصى الجزع الذي أنه وله الأنين، وين أسنانه وين لسانه والشفة؟ أنت لما أنت ما تستطيع أن تتفكر
في خلق الله جل في علاه كيفية الصفة التي منحها الله أو خلق الله فيه هذه الصفة، فكيف تتفكر في الله جل في علاه؟ فالغرض المقصود، فقال أنت تقول بأن الله يتكلم، قال نعم. ثم تم حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم دفاعا عن نفسه، قال السند، وألقى بسنده الذي يحفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الخلائق الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت، وهذا تصريح بالصوت، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من الخلائق من أول آدم إلى آخر الخليقة، قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. القاضي وقف، قال له هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والسنة صحيح؟ قال نعم. قال قم لا شيء عليك. ما أكمل الجزم، انتهى الموضوع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يناديهم بصوت، لو كان هذا الكلام ليس بصحيح لأنكروا من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الكلام فيه إشكال واحتاج لبيان فوجوبا على رسول الله أن يبين، وإلا خان الرسالة، لأن كما بينا أكثر من مرة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتان، وظيفة بلاغ ووظيفة بيان. يا أيها الرسول بلغ، والبيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فإذا له البلاغ، عليه البلاغ أو الوظيفة، والوظيفة الثانية البيان. لو كان يعني الكلام على أن هذه عبارة وأن الله لا يتكلم وأننا قلنا أنه يتكلم شبهنا الخالق والمخلوق لبيانه نفسه، وإلا قد اتهمنا ضمنا رسول الله بالتقصير. لذلك القاضي كان ذكيا فاطنا لبيبا، قال هذا حديث؟ قال نعم. قال إلى النبي؟ قال نعم. قال قم. ما أكمل الجلسة، انتهى الموضوع. كان توق النجاة لشيخ الإسلام تماما بهذا الحديث العظيم، وبأن الله جعل يحشر الخلائق الأولين والآخرين ثم يناديه. وهذا الحديث الذي قطع له الفيافي والقفار جابر بن عبد الله عبد بن أنيس، قال حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمت أنه عندك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له أكباد الإبل شهرا كاملا ليسمع هذا الحديث بعلو، مع أنه جاءه بنزول لكن أراد أن يسمعه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نداء. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بصحيح أيضا أصل صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بالوحي تكلم بالوحي، أو يأمر بالأمر تكلم بالوحي. سمعه الملائكة كأنه إيه؟ سلسلة على صفوان، فقالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم فقالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن يتكلم الله جل وعلا، ووصف الكلام بأنه كسلسلة على صفوان، والله أعلم بكيفية هذا الصوت الله جل في علاه. وإلا قد ورد بعض الأدلة عن موسى عليه السلام أنه قال أنه رعدة يأخذه رعدة، وهذه كلها أسانيد لا تصح بحال من الأحوال. يتكلم نعم يتكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. وأيضا في رواية أخرى التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه بالنسبة للأحاديث التي ثبتت عن كلام الله جل في علاه باقتضاب. وأما إجماع أهل السنة والجماعة فقد أجمع الصحابة الكرام على أن الله يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف. هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما راهن قريش على فوز الروم على الفرس بعد فوز الفرس، فلما فاز الروم سألوه من كيسك هذا أو من عند صاحبك؟ قال لا من عندي ولا من عند صاحبي، ولكن هو كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. عندما قال الله تعالى في لميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقال يومئذ يفرحون إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن أبا بكر رضي الله عنه يقر بكلام الله جل في علاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كلام الله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. ابن مسعود يقول من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليطلع على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. هذا إقرار للجميع. ابن عباس فمجر وكان كالأسد الثائر وهو يصلي خلف رجل وهو يدعو يقول يا رب القرآن، قال ما تقول رب القرآن؟ ماذا تقصد برب القرآن؟ لأنه ممكن تضيف الصفة إلى الموصوف إلى صفته، ممكن هذه في اللغة محتملة. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما، سبحان ربك رب العزة، أو أضاف الموصوف لإيش؟ لصفته. فقال له ماذا تقصد برب القرآن؟ فلو قال برب القرآن إضافة الخلق لمخلوقاته فقد كفر، أتى كفرا. فقال له القرآن كلام الله، قال نعم. هذا ابن عباس ينكر، يحسب أن رجل يدين الله، قال ليس بكلام الله، قال ماذا تقصد؟ قال القرآن كلام الله،
فقال نعم. وهذه عائشة رضي الله عنها قالت وإني في نفسي أحقر، شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله، يتكلم الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة ببراءته، فتكلم الله بمرأتها في الآيات التي تتلى إلى يوم الدين. فربنا جل في علاه يتكلم به، وهذا الدليل على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، كتاب سنة إجماع. العقل القياس يوافق على ذلك، ما أثرنا الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ماذا يفعلون، العقل يوافق على ذلك، لأن العقل يقول بأن بين الله وبين عباده قياس، والقياس أنواع أربعة، قياس إيش؟ قياس أولوي، قياس وإلا، قياس فرضي، وقياس الرابع وقياس الشبه. كل ذلك ملغي بالنسبة لله وبالنسبة لعباده، شيء واحد فقط الذي لابد أن تثبته هو القياس الأولوي، هو القياس الأولوي بين عبادي، بين الله وبين عبادي. فكل كمال في المخلوق فهو نابع من إيش؟ من الخالق. كل كمال من المخلوق فهو من الخالق، ما هو الذي خلقه؟ فإن كان المخلوق قد اتصف بالكمال فالله الذي خلق هذا الكمال والجمال أولى بأن يتصف به. فإذا قلنا بأنه في عند الحكماء والعقلاء من البشر يقولون الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، يبقى إذن الله جل وعلا يتكلم. ليش؟ لأن الكمال صفة، لأن الكلام صفة كمال. فإن كان في المخلوق الكلام صفة كمال فالخالق أولى بهذا الكمال من المخلوق، فهو الذي خلق هذا الكمال في المخلوق. هذه أيضا بالعقل تدل على بأن الله جل وعلا يتكلم، والواقع يثبت كلام الله جل في علاه. الواقع يثبت كلام في الدنيا، تكلم الله جل في علاه مع بعض خلقه في الدنيا، تكلم الله مع موسى عندما قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا دلالة أن الله جل وعلا تكلم مع موسى بلا من وراء حجاب بلا واسطة. وأيضا تكلم الله جل في علاه مع بعض خلقه، مع الجنة مع النار مع السماء مع الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، قال لها قوله من الله جل في علاه، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طيب. وين بقى أسنان الأرض؟ ابحثوا لنا ذاك فين فين أطيبة الأسنان، ابحثوا لنا عن أسنان الأرض حتى نرى وين أسنان الأرض، وين لسان الأرض حتى نقول بالكلام. هل تكلمت الأرض؟ قالت أتيت طائعة، قالتا أتينا طائعين. وتكلم الله جل في علاه مع الجنة والنار عندما احتاجت الجنة والنار، فقالت النار يعني لا يدخلني إلا المتكبرون المتجبرون، وأما الجنة فقالت ادخلني الضعفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فتكلمت الجنة وتكلم الله معه قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار قال لها الله جل في علاه أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال الله جل في علاه لما قالت النار قالت هل من مزيد، كلما قلت فيها الفوج يعني قالت هل من مزيد، فماذا قال الله جل في علاه قبلها؟ قال الله جل في علاه امتلأت، قالت هل من مزيد، الله جل وعلا نداها وقال لها ذلك. فإذا تكلم الله جل في علاه مع النار ومع الجنة، وتكلم الله جل وعلا مع السماء ومع الأرض، وتكلم الله جل في علاه كما قلنا مع موسى، وتكلم الله جل وعلا مع عبد الله بن حرام أبو جابر، ابن حرام أبو جابر تكلم الله معه كفاحا لا واسطة بينه وبينه، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه قال ألم تعلم يا جابر بأن الله جل وعلا كلم أباك كفاحا، فسأله ماذا تريد قال أرد إلى الدنيا فأقاتل فأقتل، فلما علم أنه لا يحتاج إلى شيء فتركه. فالغرض المقصود أن الله جل وعلا تكلم معه كفاحا ومع خلق مع بعض خلق، الواقع يثبت ذلك. وأيضا يتكلم الله جل وعلا مع أهل الجنة وأهل النار وأهل عرصات يوم القيامة. أما عرصات يوم القيامة عندما قلنا في حديث يحشر الله الخلائق الأولين والآخرين ويناديهم، والثانية قول سنة في مسألة المناجاة، قيل لابن عمر أكنت تعلم شيئا عن المناجاة؟ قال نعم، قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله. ما من أحد، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني كل أحد مسلم أو كافر، مؤمن تقي بر أو فاجر فاسق. قال ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فأما الذي يحاسب حسابا عسيرا فهذا إلى نار تلظى، وأما الذي يغفر له يقول الله جل في علاه عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا، وهو يقر تنظر أيما منه أشو منه لا يقدر لا يرى إلا ما قدم إلى النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اللهم وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم استر عنا واغفر لنا يا رب العالمين. أما الكافر ففي نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بأن الله جل وعلا يقول لو أن لك ما في الأرض ملء الأرض ذهب وفضة،
لو أن لك ما في الأرض وما في السماوات أكنت مبتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك أو أيسر من ذلك وأنت في بطن أمك وأنت في صلب آدم. طلبت منك ما هو أهون وأيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. ثم أيضا يتكلم الله جل في علاه كما قلنا مع بعض الملائكة كما أمر الله جل في علاه جبريل، وأيضا يتكلم مع إسرائيل مع إسرافيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر فينفخ. يؤمر من من؟ من الذي يأمر إسرافيل فيأتمر بأمره؟ لا يعصون الله ما أمره، فقال ينتظر أن يؤمر. يبقى إذن الله تعالى يتكلم مع الملائكة، وأيضا عندما يدخل أهل الجنة الجنة فيتكلم الله معهم، عندما يدخل أهل النار النار يتكلم الله معهم سبحانه جل في علاه. هذه تجرنا إلى أن لله جل وعلا صفات، كلام الله له صفات، قد وصف الله كلامه أقسام، قل كلام عذاب وكلام رحمة. فكلام الله كلام عذاب وكلام رحمة، وكلام خلق أقسام ثلاثة لكلام الله جل في علاه، كلام عذاب وكلام رحمة وكلام خلق. أما كلام خلق كما قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا خلق الله، كلام خلق. فكلام خلق سبحانه جل في علاه. قال وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم وقال له كن فكان. فكلامه خلق وكلام خلق وكلام عذاب، هذا فيه التقريع والتوبيخ لا رحمة بحلم الأحوال، وفيه بيان ذل هؤلاء الكفر الفجر الذين تجرعوا على الله جل في علاه. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها هذا كلام لكن كلام عذاب، لا تمتعون بكلام الله هنا. انظر إلى الفارق والظن الشاسع، حرموا من النظر ولم يحرموا من الكلام الذي فيه العذاب عليهم، سقط لا متعة بحلم الأحوال. أما المؤمن التقي البار ينعم باستماع، ينعم بسماع كلام الله جل في علاه وينعم بعد ذلك برؤية الله جل في علاه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهذه كلام من الله جل في علاه، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كل هذا تقريع وتوبيخ، كلام عذاب فيه ما فيه من العذاب والتقريع والتوبيخ وبيان الذلة والمهانة وعدم الكرامة لأهل الفسق والفجور والكفرة الفجرة. والكلام الثاني القسم الثالث كلام رحمة، وهذا لا يكون إلا للتقي البار المؤمن الرحيم الذي حتى ولو غلبت سيئاته على حسناته فله كلام الرحمة أيضا، حتى لو غلبت سيئاته على 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 حسناته لا يتكلم الله معه كلام عذاب، يتكلم الله جل في علاه معه كلام رحمة كما سنبين. قال الله تعالى لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى يقول أهل الجنة فيشربون، فيقول الله تعالى إن لكم موعدا أنجزكموه، قالوا ربنا ألم تغيد وجوهنا ولم تدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار، فقال هذا موعد أنجزكموه، فيكشف الحجاب فيرون الله جل في علاه، يكلمهم ثم بعد ذلك يرون الحجاب. والله جل في علاه كما قلنا يتكلم مع الشهداء ويتكلم مع غيرهم، فيسألهم ماذا تريدون، ما يريدون إلا أن يردوا إلى الدنيا يقاتلون في سبيل الله جل في علاه فيقتلون لما رأوا من النعيم عند الله جل في علاه. كلام لأهل الجنان، كلام لأهل الجنة، وأيضا تكريما وترحيبا لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم يكلمهم الله جل في علاه. وفي يوم المزيد أيضا يتكلمون مع ربهم جل في علاه ويقول أين المتحبون في جلاله، هؤلاء أيضا هذا كلام خاص، نعيم فوق نعيم، هذا كلام خاص للذين تحابوا في الله جل في علاه، للذين قد اجتمعوا على رضوان الله وتفرقوا على رضوان الله، ما دخل الهوى ولا الدرهم ولا الدينار ولا الدنيا ولا الوجاهة ولا الرياسة، ما هي إلا لله جل في علاه، اجتمع عليه وتفرق عليه، يسمعون بمتعة كلام الله جل في علاه أين المتحبون بجلاله. وهذا من كلام الله جل في علاه لأهل الجنان كما قلنا تكريما وترحيبا بأهل الجنان، فهذا كلام رحمة. والله جل وعلا من تكريمه وتعظيمه بصفة من صفاته الكلام قد وصف كلامه بصفات عظيمة، قد وصف الله جل وعلا صفاته بكلام عظيم كما قلنا بأن الله يتصف بصفات كريمة، وهذه صفات كمال وبهاء وعظمة وجلال، هذه الصفات أيضا يصفها الله جل وعلا بصفات الكرم والتكريم. قال الله جل وعلا عن كلامه قال وإنه لقرآن مجيد في كتاب، مثل قال قرآن مجيد فوصف قرآنه وكلامه سبحانه جل في علاه بأنه مجيد. وأيضا وصف الله تعالى كلامه بأنه صدق وأنه عدل،
قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يعني الكلام كلام الله تعالى كله صدق لا كذب فيه ولا تورية ولا شيء. نعوذ بالله من الخزان. الذين قالوا بأن ظاهر القرآن غير مراد قد خابوا وخسروا من ذلك ما لهم من العذاب في مثل هذا التحريف, تحريف الكلم عن مواضعه. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تعالى وتمت كلمة ربك, كلمة مع أنها كلمات لأن المفرد المضاف إيش يعم بأنها كلمات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وصفانه الآن صدقا, فكلام الله صدق سبحانه وجل وعلا, فأخباره صدق ووعوده حق سبحانه وجل وعلا, فكلامه صدق ووعوده حق وأحكامه عدل. من كلام الله جل وعلا كلامه صدق ووعوده حق وأحكامه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدل. العدل ما يدين شيء. العدل أساس الملك, والظلم زوال كل شيء لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك يقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأيضا قد وصف الله تعالى كلامه بأنه عربي مبين, والحق أن الله تعالى يتكلم مع كل نبي بإيش بلغته. فقد تكلم مع عيسى بالعبرانية وتكلم مع موسى بنفس اللغة, لغة موسى وعيسى بلغتين. ولكن لما كلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم هذه الأمة كلمهم بهذه اللغة التي اصطفاها لهم وهي اللغة العربية. قال في قرآني في كلامي سبحانه جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه أيضا إيش وصفه, الوصف الأول أنه عربي, الوصف الثاني أنه مبين. هذا أيضا رد على من قال بأن القرآن ظاهر وليس مراد, لأنه لو قال عربي مبين وقلنا الظاهر غير مراد يبقى هذا ليس مبين, يبقى نرد على الله قوله. وكذا اللي بيقولوا ثم استوى إلى السماء, ويقولون الرحمن عرش استوى, الظاهر غير مراد ليس استوى الاستواء على وارتفع, لا ده هو استولى, الظاهر غير مراد. قلنا كيف تقول بقول الله جل وعلا بلسان عربي مبين, إذا ليس مبين هنا, يبقى هذا كلام كيف تصدق ربك بقى الآن وأقول بلسان عربي مبين. وهذا الله جل وعلا حجز ذلك عن النبي وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي, وعلمك أنت أيها المقبول بهذا مثلا, أو علمك أنت أيها العالم المجتهد المخطئ. لأن أنا أقول مقبول المقلد, المقلد الذي يتكلم بهذا مقبول. ليش؟ لأنك لو مقلد أسكت حتى لو أخذت عالما تكلم بهذا الكلام وأخذت كلامه لا تناظر. أما العالم المجتهد ممكن تكون الآلة التي قد حباه الله إياها وصل بها إلى ذلك, هذا عالم. وإن كان عالما ولم تقم عليه الحجة قلنا حبا وكرامة أنت عالم وفوق رؤوسنا واجتهدت فأخطأت فلك أجر, ومع ذلك قولك مهجور, لا كرامة لقولك نرده. أما المجتهد نقول أنت مخبول ما تتكلم, لأن المقلد عندما يتكلم يخرب الدنيا بأسره, يناضل عن الباطل وينافع عن الباطل بباطل, ما عنده علم. يعني هذا يفسد ذات البيت. أما العالم ما مهما يكن العالم لن يناظرك إلا بعلم. فإن كان عالما وقال لا الظاهر غير مراد وعنده أدلة وقال أدلة 1 2 3 4 قرائن محتفة, قلنا أنت اجتهادك فوق الرأي, والعالم عندنا الذي يخطئ وعلمنا صدق نيته أو أظهر الله لنا صدق نيته وعلمنا أنه يتحرى السنة ويتحرى الصواب ويتحرى الحق ويجتهد اجتهادا عظيما في عبادة الله جل في علاه يناظر من أجل رفع راية لا إله إلا الله, هذا نضع فوق رؤوسنا ونقول له أخطأ وخطأك هذا مغفور في بحر حسناته. كالنووي كابن حجر كالبيهقي كالخطابي شموس في دنيا الناس, شموس في سماء إسلامنا, علماء أفذاذ حفظ لنا السنة. من يبلغ شأو البيهقي والخطابي وأمثال هؤلاء, ومن يبلغ شأو ابن حجر والإمام النووي؟ فهذا العالم الجليل نقول له هذا مغمور في بحر حسن, ولكن قولك مهجور, قولك لابد أن نرده ولا نقر به بحال من الأحوال. لأنك لو قلت ظاهر القرآن غير مراد قلنا لك ما تستفعل بقول الله جل وعلا بلسان عربي مبين. وأيضا وصف الله جل وعلا كلامه بأنه كريم, قال أنه لا قرآن كريم, قرآن كريم وصف أنه كريم, كريم مكرم ومكرم ومكرم, لأنك لو توسلت إلى الله بكلام الله جل وعلا أجابك الله, فهو مكرم هنا لأنه وسيلة تصل بها إلى استجابة الدعاء. لذلك يقول من أصابه الهم والغم علمه النبي صلى أن يقول اللهم إني عبدك وابن أمتك نصرتي بيدك وماضي فيها حكمك عدل فيها قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في أحد كتبك أن
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وقال وذهب همي إلا أذهبه الله جل في علاه. فإذا اتخذه وسيلة كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهو مكره، مكره أنك لأنك تثني على الله بما هو أهل له. عندما تثني على الله بهذه الصفة العظيمة تكون قد حمدت الله جل وعلا ومتحت الله جل وعلا، والله أحب إليه المدح من أي شيء آخر سبحانه جل في علاه. أيضا وصف الله جل وعلا كلامه بأنه لا منتهى لكلامه، وهذا من الكمال، لا منتهى لك. شوف أن تنظر في دنيا الناس في الكلام للمخلوق العاجز الناقص. ابن دقيق العيد لما أراد أن يفتخر بشيخ الإسلامية، أو أراد أن يفاخر بمثل ابن تيمية وأراد أن يثني على ابن تيمية، قيل له: رأيته؟ قال: رأيته. قيل له: كلمته؟ قال: نعم. قالوا: ماذا قلت؟ قالوا: سكت واستمعت. فقالوا: لما؟ قالوا: يحب الكلام وأحب السكوت. فمدحه بأنه يحب الكلام، بأن كلامه لا ينتهي. طبعا يحب الكلام ليس في الفضول، كلام في إيش؟ إذا فتحت له مسألة من العلم كان كالسيل الجرار لا يتوقف. قالوا: بحر لا سأل. هذا كمال. فعندما تتصف ربك جل في علاه بذلك هذا كمال كل الكمال، والله وصف نفسه بذلك. قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ولو جئنا بمثله مدد. كلمات الله لا تنتهي سبحانه جل في علاه. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله جل في علاه. فهذا أيضا على وصف كلام الله جل في علاه بأنه لا منتهى لكلام الله جل في علاه. وهذه كما قلنا من الصفات، صفات كلام الله جل في علاه، دلالة على الكمال والبهاء والعظم. هذا بالنسبة للكلام على هذه الصفة. كيف يتعبد المرء لله جل وعلا بهذه الصفة؟ أول ما يمكن أن تتعبد به التسليم التام، حتى تكون عابدا حقا، حتى تكون عبدا حقا، حتى تكون مسلما حقا. فركن العبودية الأكبر والأعظم هو محض التسليم. لن تكون عابدا حقا وأنت قد أقررت بربك حقا إلا أن تسلم تسليما تاما، لا معارضة، لا مناواة، لا تحريف. لأن هذه من صفة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضع من بعد مواضعه. فالتسليم التام ركن العبودية الأعظم. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت رب العالمين. قال الله، كلم الله موسى تكليما. قلنا الله قد تكلم وسمعه موسى وسمعه جبريل وسمع عليه السلام الله، لأن الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الفوائد المستنبطة، لأنه أتى بحديث ابن عباس والسند فيه كلام، لكننا صححه المحقق بأنه قال: اصطفى الله إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر سنبينه في الفوائد المستنبطة. لكن نحن نقول: كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما من خصلة عظيمة منحها الله وخص بها نبيا إلا ومنحها لنبينا صلى الله عليه وسلم. التكامل كله في النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو خاتمة الأنبياء وسيد الأنبياء. كلمه الله في المعراج، ليس بينه وبينه ترجمان وما في واسطة. كلمه الله جل في علاه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليه 50 صلاة، حتى رجعه موسى قال: أمتك لا تحتمل. رجع فقال: رجعت ربه. فهو بين موسى وبين الله، يكلمه موسى ويكلمه من؟ ويكلمه الله جل في علاه. حتى قال الله، الله جل في علاه قال: لا يبدل القول لدي. هي خمس وهي خمسون، خمس في الفريضة وخمسون في الأجر. فكلمه الله جل في علاه وسمع صريف الأقرام وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى سدرة المنتهى. فإذا هذه من كلام الله جل في علاه، وأن الله جل كلم خلقه من صفات الكمال والبهاء والعظمة. نتعبد بها بالتسليم، نسلم بأن الله يتكلم، لأن الله وصف نفسه بالكلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وأجمع الصحابة الكرام بأن الله يتكلم بصوت وحاء وحرف. وسمع بعض الخلق صوت الله جل في علاه، تسمع الخلائق بأسرهم يوم القيامة كلام الله. اللهم كلمنا كلام رحمة يا رب العالمين، ومجعلنا ممن يسمع كلام الرحمة يا رب العالمين، ونعوذ بالله من كلام السخط والعذاب والعقاب والتقريع والتوبيخ. هذا بالنسبة للتعبد في أو قل من أدوات ووسائل التعبد لهذه الصفة العظيمة. الأمر الثاني، كيف نتعبد الله تعالى بهذه الصفة؟ نتخذها وسيلة في الدعاء من باب التوسل، لأن التوسل كما قلنا التوسل بذات الله، أسماء الله الحسنى بصفاته العلى. فمن التوسل الصحيح المشروع الذي يقبل دعاؤك فيه هو أن تتوسل بكلام الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. هو توسل، هو بيعوذ بالكلمة لأن الكلمة ستعيده. هل القرآن سيحميه؟ وده كثير من المغفلين يحسب ذلك. عندما يأتي مرة يقول لك: القيها القيها، اقرأ القرآن، القرآن هيشفيك، ما تقلقش، القرآن هيشفيك، القرآن لا يشفي، القرآن لا ينفع ولا يضر. خطأ مبين هذا فهم. الله هو الذي ينفع ويضر، الله هو الذي يشفي ويمرض سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو
لكن القرآن وسيلة، لأن القرآن معنى، القرآن معنى صفة من صفات الله جل في علاه. هو تكلم الله بهذا، تكلم الله بهذا، فالقرآن لا يشفيك. رقية، الرقية بالقرآن كأنك تتوسل إلى ربنا جل في علاه بصفة من صفات اللي يشفي المريض. عندما يقول الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني هو وسيلة للشفاء وليس هو في ذاته شفاء. خطأ بين أيضا، لأن الإنسان لو حسب أن القرآن هو الذي يشفي ويمرض إيش هيفعل؟ هيدعوه، هو هيدعو القرآن صح يا رحمة الله ارحميني، وهذا شرك، لأن الرحمة معنى والقرآن معنى أيضا من المعاني. فالله هو الذي بيده شفاء وبيده. ولذلك الإنسان إيش كان يقول؟ كان يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا. لما جاء الرجل ودخل معه الرجل فقال له من أنت؟ قال أنا الطبيب. قال الله الطبيب، أنت لست بطبيب. قال الله الطبيب، أنت سبب، أنت سبب من أسباب، فتعمل العملية الجراحية وتشرحه 900 حتة وطالع تقول صلى عليه إن شاء الله ربنا يجعله شهيد بسبب المشرط هذا والله يحييه، ما تستطيع. وتأتي في عملية صغيرة جدا يموت الرجل، ليش؟ لأن الله جعله الله يزيد ذلك. صحيح. وسأل الطبيب، الطبيب الذي يعني يحسب الناس أنه يشفي الناس، سألوا من الذي أمرضه ومن الذي أماته؟ يصاب بمرض قعيد ما استطاع أن يتحرك، طبيب سبب. قال أنا الطبيب. قال لست الطبيب، الله هو الطبيب سبحانه جل في علاه. يبقى إذا تتوسل به، تتوسل به. الأمر الثالث أن تتعبد الله جل في علاه بقراءة القرآن، لأن هذا هو كلام الله. أنت تتكلم الآن بما تكلم الله به، وتتخذ القرآن أنيسا، فقد اتخذت الله أنيسا ونعم الأنيس سبحانه جل في علاه. لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب. وأيضا أن تكرم نفسك بحفظ القرآن، لأنك ترتقي عندما تقترب من صفة صفات الله جل في علاه، فأنت ترتقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القارئ للقرآن الماهر فيه مع الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعهده وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله إيش؟ فله أجران. فكن مع الكرام البررة بإتقان هذا الكتاب. الأمر الثالث هو أن تتعبد الله جل في علاه بأن تقرأ هذا الكتاب وتعمل بما فيه، وهذه تلاوته حق التلاوة التي يرضى عنها الله جل في علاه، كما قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس يحفظون حروفه، يقومون به أناء الليل وأناء النهار، ويعملون بحدوده، ويعملون بحدوده. هؤلاء الذين قال فيهم السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك لابد أن يحفظ الحروف ويعرف المعاني ويعرف الأحكام، وبعد ذلك يتعبد الله جل في علاه بذلك. هذا بالنسبة للتعبد. من التعبد أيضا الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة أن يتأدب معها. كيف يتأدب معها؟ الله جل وعلا جعل كلامه بين يديك، جعل الله كلامه بين يديك محفوظ في الصدور وفي السطور. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله جل في علاه إذا قال ذلك فعليك أن تتأدب. قال كيف أتأدب؟ قلنا عندما تقرأ القرآن فاقرأه بأدب بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا لا هزا كهز الشعر. أيضا لابد أن تتأدب وأنت بين هذا كتاب الله جل في علاه، لا تقرأ الله إلا على طهارة، لا تقرأ كتاب الله جل وعلا إلا على طهارة. لذلك وهذا ليس منعا لمن يقرأه على غير طهارة، لأن علي بن أبي طالب قال كان السلام يقرأ القرآن على كل أحواله، على كل أحيانه، لا يحجزه إلا جنابة، وهذا حديث صحيح. وقالت عائشة كان السلام يقرأ القرآن على كل أحيانه، لكن أحب إليه أن يكون طاهرا، لأن السلام لما مر عليه رجل ويتوضأ ما رد عليه حتى ضرب على الحائط، ثم بعد ذلك تيمم، ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالأولى له أن يكون على طهارة. لذلك لما قرأ أن سلم القرآن في حجر عائشة وكانت حائضا، فقالت إنه يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. فمن الأدب أن تقرأ القرآن وأنت على طهارة. ومن الوجوب واللزوم بمكان ألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، كما قال سلم لا يمس القرآن إلا. فهذه أداب لابد أن تتأدبها مع كتاب الله الذي فيه العز والتمكين والرفعة والشرف والمكان. ما هجر قوم كلام الله جل في علاه إلا جعلهم الله في أذناب الناس، وما أعز قوم كتاب الله جل في علاه إلا أعزهم الله في السماء وفوق السماء، لأن الله جل كتب العز والشرف والتمكين في كتابه. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، عزكم، تمكينكم، سيادتكم، مكانتكم في هذا الكتاب، في هذا الكتاب فيه كل شيء، فيه كل شيء. فلذلك نقول يتأدب المرء مع كلام الله جل في علاه، فلا يمس القرآن إلا طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. من العجيب أنني رأيت بين الألباني ومن قال والظاهرية ومن قال بهذا القول
بأن مسيس القرآن بأنه طاهر ليس بواجب لقول الله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون. قال إيش؟ قال لا يمسوه المطهرون المقصود به الملائكة، المقصود به الملائكة. وجدت الحليمي كما في معرفة الأثار البهقي ينقل عن الشافعي، والحليمي أيضا ينقل عنه يتكلم بكلام جد عجيب سبحان الله، الفقه يفتح الله له أناس. قال إن الملائكة ما عظم أمره وما ارتقوا هذا المرتقى لمسيس اللوح المحفوظ إلا بأنهم مطهرون، فكتاب الله أولى بذلك. أو قال كتاب الله أيضا يستحق ذلك، ألا يرتقي المرء إلى مسيسه إلا أن يكون إيش؟ مطهرا، فيكون طاهرا في داخله في النقاء من الذنوب ومن الخطايا ومن أدواء القلوب، ومطهرا يعني متوضئا. لذلك يعضد هذا فهم الدقيق قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وابن عبد البر يقول عن هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إيش؟ في إسناد. لا تتكلم تقول لي مرسل غير مرسل، هذا من الأحاديث التي قال فيها المتقدمون لما اشتهر بين الناس علي بن أنه أصله أن أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتعبد لله بمثل هذه الصفة العظيمة، هذا بالنسبة لهذه الصفة. وأما من عارضنا أو عارض هذه الصفة، كثير من الذين عارضوا وأنا لا أدخل معهم في الباب حتى لا أعكر الصف على مثل هذه الصفة العظيمة حتى نخرج ونحن نتعبد الله بهذه الصفة، لكن سنمر عليها كما قلنا مرور الكرام أيضا بتأصيل دون إخلال مع تذكير المنتهي وأيضا تأصيل للمبتدئ. طوائف ثلاثة ضلوا في هذا الباب، وقل أربعة لكنها تتدخل لثلاثة. طائفة أنكروا الصفة كليتها، لا ما في كلام ما يتكلم، وهؤلاء الذين قالوا لو قلنا يتكلم فشبهنا الخالق بالمخلوق، وهؤلاء الجهمية وأفراخهم. من أفراخهم يا شطار؟ الجانب الحبيب دول، من أفراخ الجهمية؟ الجهمية ماذا يقولون عن كلام الله؟ أنفة أنا قلت محمد إيه؟ لسه بغيبوبة؟ لا استيقظ يا حبيب، استيقظ ده طلب علم، مش إحنا مش في بنج هنا يا جماعة؟ في بنج؟ لا والله ده في بنج، ده فوق البنج، ده في خمرة. ايه اللي انا شايفه امامي هذا؟ انتم مبنجين؟ انتم قبل ان تاتوا ايش اللي اكلتوه ولا شربتموه؟ في بنج؟ انت وحيد والباقي؟ طب طلع التمرجيه من هنا، طلعها ما نشوف. يا اخوه ابوس ايديكم، عايز اسمع صوتكم فقط، اسمع صوتكم. في بنج؟ طب الراجل ده في غيبوبه ليه؟ سايبينه ليه؟ ممكن يسقط على كده في غيبوبه ليه؟ اجيبوني، انا مش عايز اجابه منه، عايز اجابه منكم. في غيبوبه ليش؟ ها تعبان؟ ده مش بيردش، ده مش في غيبوبه، ده الرجل في سراديب التاريخ، المساله منتهيه. ده بيبحث مع هارون الرشيد، كان بيعمل ايه مع الشافعي؟ الجائري اللي جنبه اللي نام بسبب المسك، مفيش غيرك انت بين اثنين بس، اخونا الفاضل مصري واخونا الفاضل مصري وحضرتك الجزائري. في حد كمان متبنج غيبوبه؟ ماذا قالت الجهميه؟ كيف ما اسمع ينفون الصفات؟ يعني ايش قالوا؟ يتكلم ولا لا يتكلم؟ لا يتكلم. من افرخهم بقى؟ جميع أنكروا الصفات كلها، من أفرخهم يا شطار؟ لا ما أنا ما زلت مع الجانب الهادي هذا. في بنج؟ في بنج؟ لا ده في مواد هنا، يبقى نسيب الجانب هذا وننتقل. من أفرخهم؟ محمد تسأبت كم مرة؟ الأول مرة وبعدين الحمد لله. في حد تأثر بهذا الباب؟ طب الحمد لله وشوف الله أنت جنبك أفزاز يعني. أنا سألتك يبقى أنا متبنك بقى. أنا بسألك في بنج ولا لا؟ السؤال اللي سألته لك أنت تسألت كم مرة؟ سأل المعتزلة صح ولا لا؟ أنا سألته فوق قطره، أنا سألته فوق هذا السؤال، مش خدت انت تسألت كم مرة؟ سألت سؤال؟ نعم أفراخ الجهمية والمعتزلة فهم أنكروا الصفة لكن ما سبقاش هكذا.
قالوا لا هو يتكلم، وإلا إيش نفعل في الكفر؟ وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قالوا يتكلم، لكن هذا كلام مخلوق خلقه الله في الشجرة. لما جاء موسى خلق الله كلام فين؟ في الشجرة. قالوا لأننا قلنا أنه يتكلم، إذن هو حادث، لأنه قال ما يتم ذكر من ربهم محدث يعني مخلوق. طيب إبقى الله إيش؟ حادث. إذا كانت تحل الحوادث فهو حادث بالمنظومة الشيطانية اللي بيتكلموا بها على طول في هذا الباب. طيب وهذه هؤلاء يعني هذه طائفة، وطائفة أخرى قالوا لا هو يتكلم، قالوا يتكلم وكلام الله جل في علاه غير مخلوق، وإذا فرقت الكلام من محتواه تراهم قد أقروا بأنه مخلوق. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ملازم لذات الله جل في علاه، يعني جعلوها صفة ذات. ما المتكلم؟ مين اللي بيستعيذ بالله مش راضي؟ في يا انت شفت واحد فينا مسروع عمال يتلوى قدامك؟ في ليه بتستعيذ؟ طب استعيذ من قولهم جزاك الله خيرا على الورق اللي انت فيه ده ماشي. فهم يعني يقولون بانها صفة ذات. يعني ايه صفة ذات؟ يعني أزلية أبدية. يعني شوفوا انتوا العقلاء يردوا علي بالله عليكم طمتان في كلامهم. قالوا صفة ذات، قلنا ما معنى صفة ذات؟ فجلسنا نحلل. قالوا صفة ذات يعني من قبل أن يخلق الخلق وهو يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. لا في موسى ولا في عصا ولا في نعل، صح ولا لا؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فين موسى وفين القوم الظالمين؟ فيقولون من الأزل. وإيش؟ لا صفة ذات أزلية أبدية. يعني بعد ما نخش الجنة الله يقول يا موسى ائت القوم الايه الظالمين. بالله عليك احد عاقل يقبل هذا الكلام؟ هذا معنى كلام معنى كلامه، هذا المعنى الذي يتبنونه بانه صفة ذات ليس صفة فعل، يعني لا يتعلق بالمشيئة. يبقى معناه قبل خلق موسى وفرعون وقبل هذا الخلق وهو يقول اذهب الى فرعون انه طغى، وبعد ما يدخل اهل الجنه وفرعون في الدرك الاسفل من النار يقول اذهب الى فرعون انه ايه تبقى في النار. في عاقل يقبل هذا عن ربه جل في علاه؟ بالله عليكم في عاقل يقبل هذا؟ انت بتضحك صح؟ انا بموت بقى بيحترق قلبي عشان وانا بخرج لك اللي في قلبي على من يتبنى ذلك يحرف الكلام عن مواضعه ويفكر نفسه عالم ويقول هذا العلم ده. هذا هم اهل قول اهل السنه والجماعه، واكثر الناس على هذا المجال اهل السنه والجماعه. حرام حرام أن نطمس عقيدة أهل السنة والجماعة مثل هذه العقيدة التي حرفت كلام الله جل في علاه، سواء بقى قصدا أو غير قصد. نحن نقول المآل إلى الله، لا لسنا أربابا، لكننا نهجر القول الذي فيه الخطأ. فيقولون ذلك، هذا الطمة الأولى. الطمة الثانية أنهم معنى ذلك أنهم يقولون إيش؟ الكلام كل واحد. يعني إيه؟ قالوا هتجيبوا يمين بالعبرية هيبقى توراة، بالسريانية هيبقى إنجيل، بالعربية هيبقى إيه؟ القرآن. مفيش إبداع. استغفر الله استغفر الله. ده هذا كلام طبعا حتى لا يكون فيه تشبيه بالمخلوق. يعني هم يقولون الكلام كله واحد، يبقى التوراة هي توراة لأنها بإيه؟ بالعبرانية. والإنجيل هو إنجيل ليه؟ عشان بالسريانية. والقرآن ده قرآن عشان يبقى هو بإيه؟ بالعربية. الله ما هو الحكم واحد بقى. دول إخواتنا وحبايبنا، يبقى نبوس ايدينا ونور الاذان السماوية زي ما قلنا كده، وان دول حبايبنا. وازاي كيف تعادي احد بقى؟ ما هو انت قرآنك توراة، قرآنك بالعبرية ايش؟ توراة. وتوراته بالعربية ايش؟ قرآن. انتهى الموضوع، ماعت القضية، ذهبنا وميعنا كل شيء. يبقى ما فائدة قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ من ايش ايش الفائدة؟ ما كل واحد، ما اللي عندنا هو اللي عندهم. وكما غير الكتب السماوية هذا خطأ مبين وخلط وخط عشواء، لأن هذا فيه إهدار للأمر والنهي. هذه الطمة الثالثة التي تأتي، لأنهم قالوا وهذا الكلام اللي معكم عبارة عن كلام الله، ده مش كلام الله. يبقى لما تقرأ ألف لام ميم تنزيل كتاب من رب العالمين هذا ليس من كلام الله، ما ده كلام مين؟ كلام جبريل. طب كيف؟ قالوا نعم، لأن ده عبارة عن كلام الله، جبريل هو اللي فاهمه بفراسة، علم ان هذا لان هو يسمونه الكلام النفسي. اتتهمون الله استغفر الله انه لا يستطيع ان يعبر
استغفر الله. فيقولون جبريل علم ذلك فهم ذلك فعبر عنه بهذا الكلام. يبقى إذن صار الكلام عندهم باللفظ ضحك على الدين كما يقولون باللفظ الله يتكلم لأن الآية جاءت أنه يتكلم، وفي الحقيقة أن الكلام إيه؟ مخلوق، لأن الأصوات الحروف مخلوقة، لأن كلام جبريل ولا جبريل رب، هو مخلوق ولا خالق؟ والكلام ده لو كان جبريل يتكلم به يبقى يكون الكلام إيش؟ يبقى في حقيقة الأمر هم قالوا نعم هو تكلم غرمت في العيون فقط، هذا يضحكون به على الأغرار الأغمار، وفي حقيقة الأمر الحروف الأصوات مخلوقة عندهم، يبقى رجع الأمر إلى أنه مخلوق. لهم تكلموا كلام المعتزلة حتى نأخذ حذرنا منهم، ولهم تكلموا كلام أهل السنة والجماعة لينصروا أهل السنة والجماعة فميعوا القضية، فجعلوا أنفسهم في حيرة عظيم. فهذا هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ولا الرابعة وطائفة من أهل البدع أيضا، هذه الطائفة الذين قاربت أهل السنة والجماعة، لكن المصيبة أنهم اتهموا الله بالنقص أولا، يا الكرامية، قالوا هو كلام الله غير مخلوق قد تكلم به، وهم يعني أفضل قولا حتى من هؤلاء، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي الأمين. قلنا طيب ممتازين، قالوا لكنه إيه؟ حادث قبل أن يكون، كان قبل أن يكون، يعني إيش؟ حدث لله كلام، ما كان يتكلم أولا، أزلا ما كان يتكلم، لكن لما جاء موسى كلمه فصار حادث، يعني الله بالملخص لم يتصف بالكلام أزلا لكن اتصف عندما جاء إيه؟ موسى فتكلم. يبقى رجل كان أخرس فحدثت صدمة، مراته اللي ما بتخلفش جلست ظهرا وأمدا فخلفت، فاتصلوا فيه، طب هو اتصل فيه وبيسمع، يبقى بعثوا له رسالة عشان تكون القصة إيش، بعثوا له رسالة مراته خلفت، قال الله أكبر فسمعوه. قلنا إذن الرجل هذا تكلم عندما نبئ بإيه؟ بالخبر السعيد، كان الأول نقص ثم صار إيه؟ إلى كمال، كان في نقص ثم صار، وهذا عوار. يبقى أنت إذا أوصفت ربك لأنك في علاه بأنه يتكلم لكن قد اكتسب هذه الصفة قد اتهمته بالنقص أولا. يبقى أسلم الطرق أن تسير على نهج مين يا شطار؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تصف الله بالكلام، وأن هذا الكلام قديم النوع حادث الأفراد لأنه يتعلق بالمشيئة وهي من صفات الأفعال، وأنني لا أحرف عن الكلام عن مواضعه، أقول تكلم الله وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، وتكلم الله مع عبد الله بن حرام، تكلم الله مع آدم، تكلم الله مع الملائكة، يقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا بالنسبة لقوله. بعض هؤلاء أهل البدع قد احتجوا بعض شبه يلبسون بها على العامة في أن القرآن مخلوق، قالوا ألم يقل الله جل في علاه، طبعا بالأثر والنظر، الأثر والنظر هم استدلوا بالأثر في قول الله تعالى أن جعلناه قرآنا إيه؟ عربيا، قالوا جعلناه، والجعل هو الخلق، قال وجعل الظلمات والنور، إيش معنى وجعل الظلمات والنور؟ وقال قالوا جعلناه يبقى إذن مخلوق. واستدلوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم تأتي بقرة، اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. قالوا طب لو كان هذا الكلام من كلام الله حيأتيك مظلة ويشفع لك، ما هو كيف يكون صفة الله جل في علاه ويأتيك كفرقان من طير إيش؟ صواف، يعني كالطير البقرة وآل عمران، فهذا مخلوق. واستدلوا من النظر، قالوا لو قلنا بأن الله يتكلم يبقى يحتاج إلى أسنان وإلى لهات وإلى لسان، ولابد أصوات تخرج وأصوات تطلع بهذه، يبقى أنت بذلك شبهت الخالق والمخلوق، لذلك لا نستطيع أن نقول بذلك. نقول يعني نأخذ الرد من الأول من الآخر. قلنا المقدمة مرفوضة من وجهين، أولا بعض المخلوقات تكلمت وما احتاجت لا للسان ولا للأسنان ولا للهات، سبح الطعام، قال سبحان الله كما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، الطعام اللقمة تسبح ويسمعون ذلك في لسانها، أين اللسان والأسنان والشفة واللهات؟ طيب، وقال كنا قال سلم كنت أمر على حجر أعرف، كنت أمر على حجر بمكة يسلم علي، يسلم علي ده بيتكلم ويتكلمش، حجر بيتكلم بيسلم صح كده، يسلم عليه لما كان السلام يخطب ويضع يده على الجذع، ثم بعد ذلك طرب أعوادا حتى عمل المنبر من أعواد، فخطب على المنبر أن الجذع، وسمع الناس جميعا الصحابة أنين الجذع، وما سكت حتى نزل السلام يضع يده عليه يخفض صوته بأبي هو وأمه. حجر موسى عليه السلام لما وضع ثوبه على الحجر وجرى به،
حكمة الله حتى يعني يبرئ الله موسى من كلام هؤلاء الذين قد اتهموه كما قال الله جل وعلا كان عند الله وجيها. فضرب الحجر. فقال أبو هريرة ينقل عن سلم كأن الحجر يئن من قوله ثوب حجر ثوب حجر ويضربه، يئن الناس وصوت الحجر يظهر أمام موسى عليه السلام. يتكلم الحجر الآن، والسماء تكلمت والأرض تكلمت والجنة تكلمت والنار تكلمت، فأين الشفا واللسان؟ وجبريل يتكلم، ائتني باللسان والشفا والأسنان، كيف يتكلم جبريل؟ ما تعرف، ما غاب عنك فهو غيب، لابد أن تسلم له. فلم يحتج هذا الكلام إلى اللسان ولا الأسنان ولا الشفا. ونقول لك في الأمر الثاني، أنت ما قلت هذا إلا لأنك شبهت، دخلت تكيف الصفة فما رمت إلا التشبيه. تقول يتكلم، طب كيف يتكلم؟ احنا نعرف يبقى يتكلم يبقى لابد من لسان وشفا. إذن أنت الذي أنزلت الخالق منزلة المخلوق، فأردت أن تفر ففررت فقلت لا يتكلم، هذا الذي فعلته. الجانب الهادي فاهم، الفهم الصحيح مش ممكن، بالله عليكم صدق هذا الكلام مرة ثانية الفهم الصحيح ممتاز، جاهزين الفهم الفايد ممتاز ممتاز. يبقى اذا ايش اللي فعل؟ هو نظر يتدبر يتكلم، طب انا بتكلم كيف؟ لسان وشفا، يبقى لابد من لسان وشفا. لا لسان وشفا، يبقى انا شبهت الخلق بالمخلوق، يبقى افر افر. قلنا اخطات يا حبيب، قل ربي ربي لا اراه، ولم يكلمني من راه، ولم ياتيني الوحي كيف يتكلم، فما غاب عني ما علي الا التسليم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب. الفلاح نيطة بإيش؟ بالغيب. هذا غاب عنك، فقلت سلمت لربي جل في علاه. كيف أتكلم؟ الكيف موجود موجود، لكن بالنسبة لي إيش؟ مجهول، فأؤمن به فقط. كما قال الإمام مالك بنفسه، الكلام في اللغة معلوم، فيه أمر ونهي وخبر وإنشاء، الكلام في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. الله جل في علاه، أنا لا أعلم كيف يتكلم، إذا لا أدخل في الكيف. ليس كمثله شيء، وهو أثبت الصفة على أنه لا مثلية لله، لا مثل لله جل في علاه، لا سمي لله. هل تعلم له سمية؟ هذا هو الرد عليهم من ناحية النظر. أما الرد عليهم، وطبعا إذا قال شبهنا خلق مخلوق، قلنا هذا من عطب من عطف رأسك، أنك أدخلت نفسك في الذي غاب عنك. أما الأدلة تدل بها من الأثر شبه وليست أدلة. في قول الله جل في علاه، إنا جعلناه القرآن عربية من وجهين، الوجه من ناحية اللغة قطرب، من ناحية اللغة لا، دي من ناحية اللغة برضه قطرب، حرام عليك يا قطرب. خلي صاحب الجزيرة، إن هو متقاعس جدا صراحة، أنا خلاص مش أنا نزعت الستار وحب أسأل يعني محمد. طيب لما انا هذا انا اريد من ناحيه اللغه، فين الصومالي؟ فين عبد الباري؟ وين راح المفتي؟ من ناحيه اللغه ابا، انا سالتك ابا. طيب جزاك الله خير. من ناحيه اللغه يا حبيبي، خلاص ما فيهاش حل غير ان احنا نرجع لاستاذ اللغه، ولا بلاش تجيب بما أجابه؟ لا، أنا أقول الجع إذا أتى بمعنى الخلق فهو متعدي لإيش؟ لمفعول واحد، والجعل بمعنى الصيرورة يتعدى لمفعولين. إنا جعلناه قرآنا إيش؟ عربيا، وجعل الظلمات والنور. يبقى إذن الجعل إذا جاء بمعنى الخلق يتعدى لمفعول واحد، أما إذا جاء بمعنى الصيرورة فهو يتعدى إلى مفعولين. ويكون المعنى هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني سيرناه قرآنا، كلمناكم بهذه اللغة، سيرناه قرآنا عربيا. لذلك الإمام أحمد ما ردش عليهم بهذه الطريقة، رد عليهم بما هو ملزم له. لما قالوا الجعل معنى الخلق، قال طيب قد قال الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول. فهو خلقهم كعصف مأكول، البشر خلق من ماء وطين، صحيح ولا لا؟ وله الهيئة التي خلقها الله جل في علاه. لما جاء الطير الأبابيل، قال الله جعلهم كعصف مأكول، يعني ايش جعلهم هنا؟ خلقهم ولا صيرهم؟ صيرهم بالحجارة التي نزلت عليه، صيرهم كعصف مأكول، فألزموا بهتوا، ما استطاعوا الرد عليه. وأما قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنهما غايتان غمامتان، المعنى هنا ايش؟ أن الذي يأتي كهيئة الغايتين أو الغمامتين أو الفرقين من طير صواف ايش؟ عمل الإنسان، أنا عملك الصالح،
يأتيه يقول من أنت؟ الريح الطيب والوجه الطيب، قال أنا عملك الصالح، يتمسك. ولذلك قلنا لما قال السلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. هذه تأتي ثقيلة، تأتي ثقيلة معناها إيش؟ هتتمثل له الآن لأنه عمله، فالمقصود به عمله لا المقصود إيش حبيبي يا حبيبي، لا مقصود الفعل، مقصود المفعول للفعل، المفعول هو عملي والفعل هو إيه كلام الله يا شطار يا بابا، هو هذا. إذا هذه هي المسألة التي فيها الرد على هؤلاء ولا نطيل معهم، وأردت أن أنا أبين للإخوة هذه المسألة. يبقى مسألة أخيرة ما أدري أدخل فيها أم لا، ويظهر أننا أيضا هنرجئ الكتاب الثاني ومش هرجئه مهما يحدث، لكني أدخل في هذه المسألة وأرجئها، هي مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. أمر عليها مرور الكرام ولا هيتعبوا الكرام؟ الكرام هيتعبوا. لا حول. بلاش قطرب، بلاش. قالها العراقي، يعني هم قدوة لنا وأسوة، يبقى لازم ناخد الكلام وننتهي الموضوع. يعني اتتني بالنسب عشان اسكت، ما اقدرش اتكلم. طيب خلاص، هذه المسألة تذكروني ان انا ان شاء الله هبدأ بها الاسبوع القادم مع المسألة الثانية، خلق ادم، خلق ادم على صورتي، لان هي مسألة عظيمة جدا. الفوائد المستنبطة من هذه الابواب، دي هي مسألة ثانية، ده لازم ندخل في المسألة، لازم ندخل في المسألة. قوله، قول المصنف رحمه الله، قال فمن قال القرآن مخلوق فهو ملحد كافر يستتاب وإلا قتله ولي الأمر. ملحد كافر يستتاب، شو انظر كلمات شديدة جدا، ملحد وألحد بأسماء الله تعالى وصفات الله، لأن هذا من باب الإلحاد بأسماء الله. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال وذر الذين ها يلحدون. من الإلحاد هو هذا، إنكار الصفة من الإلحاد أو تحريف الصفة من الإلحاد. بل بعض علمائنا يقول من قال بأن أسماء الله وصفات الله غير توقفية فهذا ملحد بأسماء الله الحسنى وصفات الله، حاد عن الطريق الصحيح، فهذا من باب الإلحاد. عامة قال ملحد كافر، كافر. قال وكافر يستتاب، حتى تفهم من كلمة يستتاب تفهم إيش في الطار الجانب الطيب اليمين. كافر يستتاب يعني إيه؟ يعني تدعو عليه سحرا، صح؟ يعني إيش يستتاب؟ إذ يستفاد يا حبيبي من يستتاب، بس إيديكم فرحوني، ها؟ همهمة الفاصل شغال بقى بالجومة والألم ده، لا مش عايز همهمة الفاصل. واحد فقط ينوب عن الإخوة الأفاضل فقط، هات يا أستاذ، أنا عايز أريد من حضرتك، أبغى أي لغة عندك أنت؟ أنتوا إيش تقولون؟ إيش تقولون؟ أنا بقول أنا عايز، أنا مصر أقول أنا عايز، أصحاب اللغة الفصيحة أقول أريد، وهنا أقول نبغي. إيش تريدون أنت؟ إيش تقولون أنت؟ إيش نفس الشيء؟ أريد وعايز ونبغي؟ الثلاثة مع بعض جمعتم الخير كله، ممتاز. خلاص هات واحدة من الثلاثة. أريد ما تستفيد من يستتاب. لا ما هو صحيح، ممتاز، بس ائتني بالحكم، ائتني بالمعنى وبعد ذلك الحكم. يستتاب يعني ايه؟ انا سمعتها يعني ارتد، فنبين له يستتاب هنا كما قال الاخ الكريم، الكلام صحيح، انا اريد فقط يبين لي معنى يستتاب، يعني قد ايقنا بانه ارتد عن دين الله فلا بد ان يستتاب. ولي الامر بقى يعني يعيد عليه، يقيم عليه الشبهه، يقيم عليه الحجه ويزيل عنه ايش شو هذا. يقول كافر يستتاب، صراحه هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، لأن معنى الكلام وظاهر الكلام أنه كافر كفر يخرجه من الملة عينا. طيب، ولأنه قال يقتل فبعض، وطبعا نقل لنا عن كلام ابن المديني وعن كلام يحيى بن سعيد القطان وعن غيره أنه قال يقتل. ابن المبارك نقل له النضر، النضر المرادي، قالوا له من قال بأن القرآن مخلوق، من قال ويفسرها، من قال القرآن مخلوق يعني قال بأن الله خلق الكلام في الشجرة، فقالت الشجرة لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، فهذا كافر زنديق. ليش؟ لأنه قد أقر بأن المخلوق ادعى الربوبية ويدعو موسى إلى أن يعبد غير الله جل في علاه، حاشا لله، الله يدعو موسى أن يعبد غير الله
حاشا لله. وطبعا من الرد على المعتزله وغير المعتزله الذين قالوا انه خلق الكلام في الشجر. فقال ابن المبارك نعم ما قال ابو النضر واقره وقال هو كافر يستتاب. وقال احمد كافر يضرب عنقه. وقال يحيى بن معين هو كافر. قال ابن المديني كافر يستتاب والا قتل. فكل واحد حتى الشافعي قال ما قال قال مخلوق فهو كافر. والمزني قال بذلك والبويطي قال بذلك. قال كثير من علمائنا ان من قال القران مخلوق فقد كفر. لكن هل هو كفر يخرج من المله؟ هذا الذي نبحثه الان. احمد هو اشد الناس في هذه المساله لانه هو قد ابتلي بالمحنه العظيمه التي سنبداها الاسبوع القادم بينها في مساله خلق القران. فلذلك احمد هو الذي شدد في الباب وقال من قال القران مخلوق فهو كافر يستتاب الا فقتل. وقال من قال لفظي بالقران مخلوق ايضا من قال لفظي بالقران مخلوق فهو كافر. مع ان الحق مع 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 الكرابيسي ومع البخاري الذين قالوا لفظي بالقران مخلوق لكن قال من قال ذلك فهو كافر. ويقصد بها امرا اخر كما سنبينه. هو اشد الناس ومع ذلك لم يكفر المأمون لم يكفر من امتحنه في مساله خلق القران. وكان يقول له ائتني بايه من كتاب ربك ائتني بحديث عن جدك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بحديث عن جدك عن ذلك انا ما اتحرك الا بكتاب وسنه. فجاء العوام لا احمد محمد قالوا نخرج عليه. قال لا. لما يقول لا ده معناه انه هو ايش يتبنى انه هو ايه لان عقيده اهل السنه والجماعه بالاجماع انه لا يجوز الخروج على ولاه الامور المسلمين. يبقى معنى هو يقول له لا يبقى هو بيعتقد اسلام ولا كفر اسلام. قال لا ومنعهم من ذلك معناهم جميعا اجتمعوا على احمد على ذلك. قال لا. فهذه فيها تلان انا مكفره لانه لا يجوز بحال من الاحوال الخروج على ولاه الامور والفساد كل الفساد المستشري في الخروج على ولاه المسلمين الامور المسلمين. اما الكافر فالعلماء يقولون وجوبا لابد من الخروج على الكافر بشرط القدره بشروط اشترطوها في ذلك لانه لا يصح ان الكافر هو الذي يعني يكون ولي الامر للمسلمين. المؤمن يعلوهم المؤمن او المسلمون يعلوهم المسلم لا الكافر. فلذلك احمد لما قال له قال لا تلا انه لم يتبنى كفره بحال من الاحوال مع انه قال بان القران مخلوق بل عذبه وجلده من اجل خلق القران ومع ذلك قال لا. دلاله على ان احمد هنا لا يقصد الكفر العين. فنحن نقول الان كل من جاء عنه بان من قال القران مخلوق فيقصد به الكفر كفر النوع لا كفر العين. الشخص الذي يقول بذلك لا نكفره عينه حتى تقام عليه الحجه وتزال عنه ايش؟ أشوف قام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ونقول له أنت إذا قلت بذلك كذبت ربك والله تعالى قال حتى يسمع كلام الله والكلام مضاف إلى الله صفة لموصوف. فإن تبين له الحجة وعلمنا أنه على عناد قلنا انطبق الوصف عليك فاستلزم الحكم انطبق الوصف عليك فاستلزم. لكن الجاهل الجريء هو الذي يطلق الكفر على المسلمين. من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين. من دخل الإسلام من ثبت إسلامه بيقين من اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي يتلألأ في السماء من ثبت إيمانه بيقين لا يخرج إلا بيقين. يبقى معنى قوله كافر يستتاب معناه أنه يقول بالكفر دون الكفر والكفر يقول بكفر نوع لا الكفر العين. وقد جاءت السنة تفرق كثيرا بين كفر النوع وكفر العين. حتى البراءة لما قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ما قالش ما بريء منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب عياض بن حمار لما جاء شاربا الخمر وجلدوه فقال خالد لعنة الله عليك. قال خالد رضي الله عنه لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن لا تعين عليه الشيطان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال والله ما أراه إلا يحب الله إيه ورسوله. طب هنا الآن نهاه عن اللعن مع أنه قال لعنة في الخمر إيه؟ عشر منها مين؟ أول الدخول في الملعونين مين؟ الشارع صح ولا لا؟ فارق بين النوع وبين يفرق وهذا امر قد شرحناه قبل ذلك تفصيلا. الفائده الثانيه في قوله فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى هذا هو الحجه مع من؟ مع ادم. والحق انه قد تكون الحجه وقد يكون بعض العلم مع المفضول لا مع الفاضل والفضائل تخص فلا يدل دلاله واضحه على ان المفضول افضل من الفاضل. وهذه قاعدة مهمة جدا 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 لأن الخضر تبعه موسى وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وكان تابعا له وكان على علم لا يعلمه موسى. ومع ذلك موسى أفضل منه بل أفضل منه بمراحل لأنه من أولي العزم إيه من الرد. لو قلنا أن هو نبي لو قلنا ولي بقى إذا من باب أولى وأفضل 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 منه صحيح. ومع ذلك الفضائل تخص الفضائل تخص لا تعم. أهو آدم موسى أفضل منه وآدم أبوه موسى أفضل منه لأن موسى من أولي العزم من إيه؟
من الرسل. والحجة كانت مع من؟ مع آدم. ولذلك احنا قلنا بعض طلبة العلم ممكن يكون يتقن مسألة والعالم ما يتقنها يطلعوا بيستمع. راجل خطيب جميل جدا في الخطابة ومتقن في الخطابة وبارع، طلعوا بقى هو عالم الدنيا اللي يقوله يسمع وهو مش عالم ولا حتى يعني طالب علم متقن. هو رجل خطيب وقصات وجميل جدا في الرقائق مش عالم، صدرتوه على انه عالم عشان تضيعوا الناس. اتقوا الله وضعوا الاشياء في موضوعها لان هذا من الحكم. قال المتشبع بما لم يعطى كلابس كلابس ثوب يذوب. فالحق ان تضع العالم في موضعه. ونحن الان في زمان وجب على كل من لمس الفرق بين الداعي والعالم ان يبينه، لان الامه ستضيع بمثل هذا، وهذا غش للامه الاسلاميه وخيانه لدين الله جل في علاه. عدم وضع الشيء في موضوعه يضيع الناس. احمد بن حنبل ويحيى بن عين كان يحارب مع رجل القصاص الذي قال حدثني احمد بن حنبل. ليه كان الحرب شعواء على القصاصين؟ ليش؟ في الرأي الاول لانهم يتصدرون المجالس على انهم العلماء، وهذا الذي يودي بالامه الى الهلاك. وهذا الذي قاله ابن مسعود، انتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، الحمد لله، لكن سياتي زمان الناس يكثر فيه ايش؟ الخطباء ويقل فيه الفقهاء. تحدث الفتن تطرح وتاتي تترابى وتتابع وتتسايع. ان هذه المساله مساله منوطه بالعلماء. الذي يستبصر طريقه في الفتن ويبدد ظلمات الفتن هو العالم. التوصيف الصحيح للنوازل طريق لحلها، ولا يوصف التوصيف الصحيح الا ما عنده الركن الفقهي القوي. حدثت نازله فطلع الذي يخطب ولا يفهم شيء، قال لك تكلم بفتوى فوق والثاني تكلم بفتوى تحت على طرفي نقيض، وما من واحد طلع نشتم منه رائحة العلم عرف يوصف النازلة توصيف شرعي صحيح. حتى ضاع في الموضع الصحيح فلا تأتي الفتن على الناس أبدا. هؤلاء هيجوا الناس، وهؤلاء أيضا أرادوا ترتبة الناس فما ارتضى الناس به، لأن المسألة حادثة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد من إناطة الناس بالعلماء. ولذلك نقول بأن الفضائل تخص إذا أتقن امرؤ شيئا لا تعمم، لا تعمم فضل، لا تعمم فضل بحال من الأحوال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يقدمون من يغنيهم دون من أن يكون أفقه. هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن تقدم صاحب الترانيم اللي هو يغنيك ما يقرأ بإتقان وعلم وفقه. يقدمون من يغنيهم ويتركون أفقه، وهذا خطأ، هذا خطأ بين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. ولذلك نحن نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخرج لنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما تمنيت الإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم. لما تمناها؟ قال لأن الله جل وعلا، لأن السلام قد قال صريحا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. مع ذلك بإجماع الأمة أن عمر أفضل من علي، أفضل من علي. طب إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ لأنك لو بتنتبه وأنت جالس أنت بس دوار أيضا بقى للي طالع واللي نازل واللي ماشي. اتفضل، إيش الدليل؟ مش عارف الدليل، حرام عليك. انت في سنه رابعه ولا في سنه كام؟ سنه رابعه؟ خلاص؟ ها؟ الصف الثالث؟ بالله عليك انت من عقيده اهل السنه والجماعه مش عارف، مش عارف الدلاله على ان عمر يقدم على علي بن ابي طالب؟ رايت؟ عارف عشان سرحان عمال تبص يمين وشمال. خلينا في الجانب الطيب ده. انتوا بتعتقدون ايه يا شيخ؟ خلينا نشتم عبير العبير عندكم. غيبوبه ايش تعتقد؟ انت بتجيب الدلاله على طول، ايش تعتقد؟ انا بسالك. وانتم اللي بيعتقد ان عمر يقدم على علي يرفع يده. ما شاء الله. واحد دليل، واحد 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 حبايب، ابوس ايديكم. هات سنه الخلفاء الراشدين. ها ثاني الخلفاء الراشدين ده ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ بس صحيح، إجابة صحيحة، بس احنا عايزين دليل. بس هو كلامك صحيح، كلام ايوه صح. قال لو كان من بعد لكان عمر، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى شوف بقى ده لو كان بعدي، ده قال له في الحياة
قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال أنا بيه بعد إيش بقى تفعل بهذا؟ سكتوا. حرام الله حبيبي، دي عقيدة يا بابا. هؤلاء الأسرة، المشاكل الكبيرة في هذا الباب تقدم أحد على أحد، قدم من قدمه الله وقدمه رسوله. الرجل أتى بدليل، أتى أسر محمد. يعني عائشة أفضل، ثم أبو بكر، ثم إيش؟ ثم عمر، صح؟ لا إيه لا، ما هو قال عائشة. طب يعني إيه؟ ما هو قال عائشة تفضل باب عائشة. ما هي المستيكة اللي فوقك دي اللي عملها لنا آخر التربانة دي. نعم، صحيح، استدلال صحيح جدا. فقال له، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال أسبع النساء أسبع. ده الآن العاطفة والميل الجبلي. وعائشة أفضل النساء يعني على خلاف بعد خديجة ولا مع خديجة. قال أسأل عن الرجال. قال عن الرجال تسأل؟ قال نعم. قال أبو بكر أحب الناس إليه، أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. يبقى ما قدم عليه، قدم إيش؟ قدم عمر. وحديث أخونا صاحب الغيبوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ولما جاء أبو بكر، وأبو بكر صديق، وإجماع الأمة على تقديم عمر على علي بن أبي طالب بإيش؟ بتقديم أبي بكر عليه. اللهم عندنا أقطع ذراعي. فهمت التسلسل في الاستدلال؟ لا طبعا. حاضر. أبو بكر حبيبي وهو على مشارف الموت، قالوا نأتيك بالطبيب. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعلني ما يريد. فقال له عثمان لابد أن تستخلف المسألة على النهاية، فأغمي علي فأفيق. فقال عثمان كتبت أنت؟ قال لا. قال أنت خليق بها. قال كتبت عمر، أو قال له اكتب عمر. فجاء الناس يضجونه على باب أبي بكر، كيف تفعل عند ربك وتركت علينا هذا الغليظ؟ على مين؟ على عمر الخطاب. قال إذا سألني ربي لقلت تركت عليهم إيش؟ أورعهم وأتقاهم. وأبو بكر قدم من؟ بسرعة قدم من حبيب؟ أنا هي أحاجي. قدم من؟ وجمع الصحابة اختلفوا على أبو بكر ودعوا عليه، وهو حتى في الجنازة كله بقى يدي على إيه؟ صحيح؟ ولا أقروا بما قاله أبو بكر رضي الله عنه؟ أقروا. لما أقروا صار إيه؟ إجماعا على تقديم عمر على علي، بل وعلى عثمان، وعثمان أفضل من علي. مفهوم؟ مع أنه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يبقى إذن الفضائل إيه؟ دي قاعدة فقهية مهمة جدا تتعلمها. الفضائل تخص، لا تكون تعملها يكون هو أفضل، هو ممكن يكون أفضل منهم في هذه الجزئية، أشجع منهم في هذه الجزئية، يفتح الله عليه في هذه الجزئية. كما قال أعلم أمتي بالقرآن أقرأهم من؟ أبي. طب هل أبي أفضل من أبي بكر؟ لقدمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. لما يكون أبو بكر أبي في القرآن أقرأهم ويقدم أبا بكر، دلالة واضحة جدا على ما نقول، لأن هو الذي قال أقرأهم أبي، وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك البينة. قال سماني، قال سماك، فبكر. صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما جاء في الصلاة قدم من؟ المفروض هو قال يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أقرأكم. لا، في الرواية قال أقرأكم، ورواية قال أكبركم. أقرأكم فسرها الشافعية بالفقه، والمالكية قالوا بالقراءة، وهي هذا الصحيح. أقرأكم، ومع ذلك قدم أبو بكر. لذلك أنا أقول أبو بكر أحفظ من أبي، بل وأتقن. لكن إيه اللي جعل أبي يبرز للناس؟ تفرغ لهذا، وشغل أبا بكر إيه؟ سياسة البلد، أو سياسة الأمة بأسرها، سياسة المدينة ومكة، الأمة بأسرها. فالغرض المقصود الفضائل تخص. الفائدة الثالثة، إضافة الروح إليه من روحه. هذه إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف. وهذا التشريف لآدم عليه السلام، لأنه شرفه بأنه نفخ فيه الروح من روحه، كما قال الله جل في علاه. وأيضا من تمام التشريف أنه علمه، فقدمه بالعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائي. الفائدة التي تليها،
قول ابن عباس رضي الله عنه واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وهذا خطأ بين، لأن هذه الرؤية رؤية فؤادية، رؤية قلبية، لا رؤية عينية، وقد فصلنا القول في ذلك. ولما قال اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام، بل اصطفى محمد أيضا بالخلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني، أو قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل إيش؟ الرحمن. كما اتخذ إبراهيم خليلا اتخذه خليلا، وكما اصطفى الله موسى بالكلام كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. فهذا كلام فيه نظر، وأن الرؤيا لم تصح بأن الإنسان رأى ربه، لأن الإنسان قال لن تموتوا حتى تروا، قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو داخل في عموم الخطاب. فهو رأى بقلبه مرتين، أما بعين رأس لم يرى الله جل في علاه في هذه الدنيا. ممنوع أي أحد يرى الله في هذه الدنيا، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. الفائدة الأخيرة، قال ضحى خالد بن عبد الله القصري بالجعد بن درهم. هذا سند في كلام السند، خالد بن عبد الله القصري كان الأمير، والجعد بن درهم هو الذي قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، نفى المحبة عن الله جل في علاه، ونفى أيضا الكلام. فقام خالد القصري وهو أمير المؤمنين هنا، هو ولي البلد، فأخذ الجعد في يوم الأضحى. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.